لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة السعدي، وكنا قد وصلنا إلى القاعدة التاسعة، وهي في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابه بالأحكام الشرعية. طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، هذه القاعدة سيكلمنا الشيخ فيها عن طريقة القرآن في بيان الأحكام الشرعية وكيفية خطاب المؤمنين بهذه الأحكام. فيقول: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الأحسن. طيب، أي بأقرب طريق، موصل للمقصود محصل للمطلوب. يعني الدعوة إلى سبيل الله عز وجل بالتي أحسن، أي بالتي أحسن، أي بأحسن طريقة تمكنك من إيصال الحق إلى المخاطب، من إيصال الحق إلى المخاطب بحيث يفهمه ويكون واضحا بالنسبة له، وتصل أنت إلى هدفك ومقصودك من أقرب طريق. هذا هو الدعاء إلى سبيل الله عز وجل بالتي هي أحسن، أي الوصول إلى المقصود من أقرب طريق، بحيث تحصل هدفك ومطلوبك، وهو بيان الحق إلى الخلق والأخذ بنواصيهم إلى الخير وإقامة الحجة عليهم والإعذار إلى الله بالبلاغ. انتبه معي، تحقق هذه الأهداف بأقرب طريق وأيسره. هذا هو الدعاء إلى سبيل الله بالتي أحسن. طيب، وعليه يقول: ولا شك أن الطرق التي سلكها الله عز وجل في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، لأن هذا خطاب الرب تبارك وتعالى الذي يعلم النفس البشرية لأنه خالقها، لا يعلم من خلقها، ويعلم تبارك وتعالى أمثل الطرق التي توصل الحق إليها وتبينه لها. ومن ثم فطريقة القرآن في مخاطبة المؤمنين وبيان الأحكام لهم وفي دعوتهم إلى الله عز وجل هي لا شك أمثل وأحسن وأعظم الطرق، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به، وهو الإيمان به. هو يعني أكثر يعني الأساس في دعوة المؤمنين إلى الخير والحق والنهي عن الشر أن الله عز وجل يخاطبهم بالإيمان، وأعظم نعمة من عليهم بها، هداهم للإيمان، زينه في قلوبهم، هذا فضل الله تبارك وتعالى. تمام، لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه أعظم منا أن الله هدانا عز وجل إلى الإيمان. الله تبارك وتعالى يبدأ الخطاب لبادي إذا أراد أن يأمرهم بخير، بطاعة أو بحكم شرعي أو ينهاهم عن شر، يبدأ الخطاب بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، انتبه معي، اتركوا كذا. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فرعها سمعا، يعني ركز معها، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا كنت من أهل هذا الخطاب، ده المفترض
ان الذي ينتسب حينما الى الايمان، حينما يناديه ربه عز وجل بهذا الوصف يا ايها الذين امنوا، عليه ان يركز وان يصغي بقلبه قبل اذنه الى هذا الخطاب. لماذا؟ لان الله عز وجل سيامره بخير او ينهاه عن شر. يقول لان في ذلك دعوه لهم من وجهين: يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا او اتركوا كذا. احدها من جهه الحث على القيام بلوازم الايمان وشروطه ومكملاته. يعني الوجه الاول انه يحثهم على ان يقوموا بلوازم هذا الايمان الذي هداهم الله عز وجل له ووفقهم اليه. فهيحثهم على ان ياتوا بلوازم هذا الايمان من العمل الصالح المشتمل على فعل الخير وترك الشر، فعل الامر وترك النهي. انتبه معي. وشروطه ومكملاته. نعم، وشروط الايمان ومكملاته. فكانه يقول: يا ايها الذين امنوا قوموا بما يقتضيه ايمانكم من امتثال الاوامر واجتناب النواهي. يعني الحكمه في البدء بالخطاب يا ايها الذين امنوا بهذا الوصف، النعمه ده الاصل، انك دخلت، يعني كان الله يذكرنا فيقول: ان كنتم امنتم حقا فاعلموا ان الايمان، ايمانكم هذا يستلزم ان تستجيبوا لما امركم به وتنتهوا عما نهيتكم عنه. هذا مقتضى ايمانكم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، يا ايها، وهكذا. فحكمه البدء بهذا الخطاب يا ايها الذين امنوا الحث على الاتيان بمقتضى الايمان. ايه مقتضى الايمان؟ امتثال الامر واجتناب النهي، والتخلق بكل خلق حميد، والتجنب لكل خلق رذيل. لان هو الدين اتيان الاوامر، اجتناب النواهي، التخلق بالاخلاق الفاضله واجتناب الاخلاق الرذيله. انتبه معي، مساله واضحه. طيب ده ايه؟ ده الايمان الايمان الحقيقي يقتضي هذا، يعني ايمان قول وعمل. قوموا بمقتضى ايمانكم. انتم امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يلزمكم اذا امركم الله عز وجل بامر قلتم سمعنا واطعنا وامتثلتم ونفذتم. انتبه معي. فالحكمه في بدء الخطاب الالهي لنا في الاحكام الشرعيه يا ايها الذين امنوا الحث والحض لنا على الاتيان بمقتضى ايماننا. لان الايمان ليس مجرد قول يقال، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، بمعنى، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. اذن عملكم واستجابتكم هذه هي البرهان العملي والتصديق على البرهان العملي على ايمانكم القلبي وعلى صدق ايمانكم. انتبه معي. لان كما قلنا ليس مجرد انك تدعي انك امنت وانك استجبت. طيب ايه البرهان؟ انك تمتثل الامر، تجتنب النهي. فياتي هذا التذكير ليحضنا ويحثنا على ذلك. يقول: ولهذا اجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان، ده معلوم. عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتبه معي. وقول وعمل كما هو معلوم. هذا القول وهذا العمل وهذا الإيمان، مسمى الإيمان، جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى. عشان كده بيقول عندنا قول اللسان
لا إله إلا الله، قول القلب التصديق. طيب وعمل القلب الخوف والرجاء والحب واليقين والإخلاص إلى آخره، العبادات القلبية كلها، وعمل اللسان والجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وعليه فجميع الشرائع الأوامر واجتناب داخلة في مسمى الإيمان. فلما ينادينا الرب يا أيها الذين آمنوا أكملوا إيمانكم، إذا كان أمر واجب الإيمان أكملوا الإيمان الواجب، اجتناب محرم حتى لا تخرجوا عن دائرة الإيمان الواجب في الوقوع في مرتبة الظالم لنفسه، انتبه معي، أكملوا إيمانكم، كان أمر مستحب أو ترك مكروه أكملوا الإيمان الكامل بالمستحبات وهكذا. إذن الحكمة يا أيها الذين آمنوا، إن الخطاب القرآني كله بادئ بهذه النداءات بهذا الوصف، انتبه معي، هو التذكير لنا بأننا أو بأن إيماننا هذا يقتضي أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نسمع وأن نطيع. يقول كما دلت على هذا الأصل، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدهما حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. يصدر يبدأ، قلنا أهو، يبقى عرفنا إن الحكمة من تصدير النداء الإلهي لنا يا أيها الذين آمنوا إن يعلق هذا الإيمان على فعل إيه؟ لأن هذا الفعل إذا كان واجبا فده الإيمان الواجب مرتبط به، وترك المحرم وهكذا، وإن الإيمان لا يتم إلا بالإتيان بالأوامر الشرعية واجتناب النواهي إذا كانت من الواجبات التي ينقص الإيمان بنقصها نقصا يعرض صاحبه للعقوبة. انتبه معي، يقول وعشان كده العلماء لما اتكلموا في النداء يا أيها الذين آمنوا قالوا يدخل فيه من معه أصل الإيمان، الإيمان المجمل، وصاحب الإيمان الواجب، وصاحب الإيمان الكامل. يعني يا أيها الذين آمنوا دي ما تقدرش تقول إن المقصود بها الإيمان المطلق، لا، لأن صاحب الإيمان أصل الإيمان، الإيمان كله داخل في الخطاب، ينادى اللي معاه أصل الإيمان يكمل باقي، واللي معاه الإيمان الواجب يثبت عليه ويأتي بالإيمان الكامل بالمستحبات، واللي اتى بدرجات الايمان كلها يثبت على هذا. طيب والوجه الثاني انه يدعوه بقوله يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، يعلق ذلك بالايه؟ بالايمان، لانه بيذكرهم بمنته عليهم. ما هو الهدايه للايمان ايه؟ اعظم نعمه من الله على العبد، ولولا الله ما اهتدينا وما امنا، يمنون عليك ان اسلموا كل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالله يذكرنا بهذه النعمه. طيب ايه وجه التذكير بالنعمه؟ شكر النعمه. طيب شكر النعمه ايه؟ استكمال النواقص باستجابه الاوامر واجتناب النواهي. ولذلك يقول الشيخ اهو يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنه التي هي أجل المنن، طبعا أجل النعم علينا، المنة عن النعمة، أجل النعم علينا الإيمان، لأن فيه نجاتنا وفيه فوزنا وسعادتنا. أبي معي، دي أعظم نعم الله على العبد، أن هداه للإيمان وأن زين الإيمان في قلبه وحببه إليه ووفقه له. ولذلك مقتضى هذه النعمة العظيمة وشكره أن يكمل العبد إيمانه بالإتيان بما أمره الله عز وجل واجتناب ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. وده الشكر العملي، لأن الشكر مش مجرد قول،
اعتبر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكر النعمة لا يكون مجرد كلام، بل لازم فيه بالعمل. طب بالعمل هنا في النعمة دي ايه؟ بالتذكير بنعمة الإيمان. ايه هو شكر النعمة هنا؟ شكر النعمة في التذكير بها: يا أيها الذين آمنوا أن تمتثلوا ما أمركم به، أن تجتنبوا ما أنهاكم عنه، كنتم تقدرون هذه النعمة قدرها، وتعرفون أن الإيمان الذي هديتكم له هو أعظم النعم، فاشكروا هذه النعمة بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. انتبه معي، دول الوجهان في الحكمة، في بيان الحكمة في بدء الخطاب الإلهي لنا: يا أيها الذين آمنوا، بالتصديق بهذا الوصف الأول، إيه؟ استكمال الإيمان بالإتيان بالأوامر والنواهي. الثاني، بشكر النعم، شكر نعمة الإيمان بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. انظر، ولذلك كان هذا هو أحسن الخطاب وأجمله وأعلاه، خطاب القرآن عظيم عظيم. زي ما مثلا نجد في القرآن: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي، بل ممكن واحد يقول لك: طب ده الخطاب لما اللي بيذكر الناس اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، طب بينهم وبين سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل مراحل وأجيال، طب إيه الحكمة؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. يعني يذكرهم بأبيهم الأول: يا أولاد يعقوب النبي العظيم، قوموا بمقتضى هذه النسبة فأمنوا بهذا النبي، انتبه معي، واستجيبوا له وأسلموا، وإلا فأنتم في نسبكم هذا غير منتسبين انتساب حق، ولا ينفعكم النسب. إن كنتم أبناء لإسرائيل تريدون أن تكونوا بارين به نبي الله، وأنتم تزعمون وتقولون وتفخرون الناس بأنكم من نسل يعقوب عليه السلام، انتبه معي، اعملوا بمقتضى هذه النسبة وهو الإيمان بهذا الرسول. انتبهوا، عشان كده يذكرهم: يا بني، فقدت كل الآباء والأجيال اللي هم تزوجها إلى الآب الأول الذي يفاخرون نسبه، لماذا؟ ليعملوا بمقتضى النسبة. هكذا: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى هذا الإيمان، بمقتضى هذه النعمة، فاستجيبوا للأوامر واجتنبوا وقوموا بشرع الله تبارك وتعالى، وأدوا بدون حرج، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عشان كده كانت الايه، كان هذا التصدير العظيم: يا ايها الذين امنوا. ده كله بيقول لنا الشيخ هنا عظمه وكيف ان طريقه القران في مخاطبه المؤمنين هي اعظم الطرق في الخطاب. يقول: وتاره يدعو المؤمنين، اذا احنا عندنا اشهر طريقه: يا ايها الذين امنوا، وبينا الحكمة في التصدير بالوصف ده: يا أيها الذين آمنوا، وطارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. يعني طارة تانية بقى، الأسلوب القرآني متنوع، مش واقف على، وده عظمه، لان القران هو افصح الكلام العربي، الكلام المعجز. انتبه، ترى بقى يدعوهم الى الخير بايه؟ وينهاهم عن الشر بانه يذكرهم باثار الخير والعواقب الحميده بالفوز والسعاده في الدنيا والجنه في الاخره، ويذكرهم باثار الشر، الحياة، الشقاء في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف الطريق، يبقى اللي هيعرض عن ذكر ربه وكتاب ربه معيشته ضنكا في الدنيا. طيب، ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. ده هنا إيه؟
هو التذكير بالآثار، آثار الإعراض عن كتاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فبما يترتب على هذا الإعراض من العواقب الوخيمة الخطيرة. عشان إيه؟ عشان نجتنب هذه العواقب. طب نجتنبها بماذا؟ بالاستجابة لله وللرسول، بالقيام بالواجب الشرعي. طيب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتبه معي، يذكرنا بنعمه التي أسبغ علينا ظاهرة وباطنة. إن الإنسان لظلوم، يعني ظلوم، يظلم نفسه ويكفر بأنعم الله. ذكر الإنسان من يبقى ناسي في النعم، وهو ناسي النعم، نعمة الصحة، العافية، نعمة السكن في البيت، نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة عظيمة. فالإنسان لما يبقى في النعمة فترة طويلة بيمل النعم، زي ما ابن القيم بيقول، وده أخطر حاجة، يمل النعم. تيجي الواحد مثلا عايش كويس ومستريح وبينام بآخر راحة، ويجد طعامه وشرابه ومسكنه، بتقول أنت بنعمة، نعمة إيه يا عم؟ ليه؟ لأنه عايش فيها، مش حاسس بيه. لو سلب هذه النعمة لعرفها. ولذلك تجد الصحة يعرفها من؟ يعرف نعمة من؟ المريض. تبقى معي، نعمة الأمن يعرفها مين؟ الخائف. انظروا كده مثلا في السودان، لو اتكلموا لك ايه أعظم نعمة يرجع لنا؟ الأمن. تبقى معي، نعمة الطعام والشراب يعرفها من؟ الجائع. وهكذا، إذا سلب العبد النعمة عرفها. عشان كده ربنا عز وجل بيذكرنا بقى بالنعم المتنوعة دي والآلاء الجزيلة، عشان ايه؟ نقوم بمقتضاها بالشكر. تابع معي، لأن الشكر ده بقى هو القيام بحقوق الإيمان. ازاي بقى الشكر القيام بحقوق الإيمان؟ أيوة، ما هو الشكر المقصود في القرآن، مش الشكر اللي الناس بتعمله، اللي هو يقعد يبوس إيده ويبوس وضهر وهو على المعصية والمخالفة، ولا بينفذ أمر ولا بيجتنب نهي. لا، مش ده الشكر. الشكر أن تقر بالنعمة بقلبك، وتتحدث بها بلسانك، وتعمل بها بجوارحك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هو ده شكر النعمة. انتبه معي، فتستعمل العافية في الطاعة، ونعمة الطعام في الطاعة، ونعمة الأمن في الطاعة، ونعمة الذكاء في حفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل وعمل دين الله، وهكذا. النعم دي تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، لا في معصيته. طيب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب. كل دي طرائق القرآن في دعوة المؤمنين إلى الأحكام الشرعية. طب معي، كل دي الطرق اللي القرآن بيسلكها في بيان الأحكام والوصول إلى أقرب طريق لإقامة الحجة والإعذار الله بالبلاء. وتارة يدعوه إلى ذلك بالترغيب والترهيب. ترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب، وما لغيرهم من الإيه؟ من العقوبات. يبين فريق في الجنة وفريق في السعير. يبين إن ثواب من أطاع الله، وأن الذين يطيعون الله، أو بعد ما يتكلم عن الآيات، وأن الذين يقيم حدود الله فإن له الجنة خالدا فيها. طيب، والذي يتعدى حدود الله النار خالدا فيها، وما يعصي إلى آخره. فيبين، يرغب، تارة بالترغيب، تارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، وتارة بالترهيب، طار بذكر الوعد ما أعده لعباده من الجنة والثواب العظيم إنهم استجابوا وأقاموا الدين، وطار بالتخويف والوعيد وما ينتظرهم من العذاب الأليم إنهم خالفوا
أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: وطارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا. اللي احنا بنسميه التعبد لله بالأسماء الحسنى، يتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه معي، أو يذكر الأسماء عشان نتعبد لله بها. خاطبنا: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. انتبه معي، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ذكرنا بصفة العلم أن الله مطلع علينا، يبقى يجب علينا أن نحذره. يبقى هو يرانا، يسمعنا، سميع بصير. يبقى نستحضر هذا المعنى، يذكرنا بالاسم بالصفة عشان نعمل ايه؟ نتعبد له بها. طب ازاي نتعبد لله بها؟ نستحضر معنى هذه الصفة، اي سميع، تمام، يسمع اقوالكم، وبصير يرى افعالكم، ويعلم ما انطوت عليه نفوسكم، يعلم السر واخفى. فاحذروه ان ينظر اليكم فيراكم على معصيته. انتبه معي، راكم على معصيته، احذروا هذا. لماذا؟ لانكم حينئذ تعرضون انفسكم لعقابه، ولا قبل لكم بعقابه. انتبه معي، العبادات تعظيم، تكبير لله، اجلال، اكرام، تودد اليه، تقرب من الله، فيذكرنا بالاسماء الحسنى والصفات العلى حتى نتودد اليه عز وجل بطاعته واجتناب ما حرم. والاسماء الحسنى اقسام، ده مش يعني مش عايز احاول ان منها اسماء العظمه والكبرياء والقهر اللي تورث الناس الانسان النفس البشريه خوفا. انتبه، هو القاهر فوق عباده. نقوم نستحضر عظمته وجبروته وقهره، عزيز ذو انتقام. يوم نعمل ايه؟ نخاف وتنكسر النفس وتستقيم. وتارة تجي الأسماء المحببة بقى، أسماء النعم، وما أخوانكم، هو المنعم المحسن الذي يبتدينا بالنعم ويحسن إلينا، البر الرحيم الودود. انتبه معي، اللي بيتودد إليكم بالنعم ويبركم بما تحتاجون إليه ويرحمكم. الأسماء دي بتستجلب إيه أو تستدعي إيه؟ تعبد بإيه؟ محبة الله عز وجل، إن يمتلئ القلب حبا لله على إحسانه فيعبده، لأن هذا مقتضى إنعامه، مقتضى إحسانه. كل دي طرائق القرآن بتحتاج لتأمل وفهم عشان نتعلم منها لما نجي ندعو إلى الله عز وجل كيف نتأثر بالقرآن. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ. نعم، ترى يدعوهم إن هو وحده الملاذ والملجأ له، وإنه لا منجى منه إلا إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، كل شيء تخافونه وتفرون منه إلا الله عز وجل. إذا خفتموه فررتم إليه، لأنها تروح فين؟ أي حاجة تخوفك بتفر منها وتبعد عنها، عن الخطر. فبالرب عز وجل أين ستذهب؟ أين ستذهبون؟ الأرض أرضه والسماء سماءه وأنتم في قبضته. انتبه عباد، فليس لكم إلا أن تفروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. انظروا، يدعوهم إلى
ان هو لا ملجأ من الله ولا منجأ الا اليه، لا مفزع لا مهرب منه الا اليه. انتبه. طب ليه؟ انك تنيب اليه، انيبوا الى ربكم واسلموا له، تنيبوا اليه، تقبلوا عليه، تتوبوا اليه، لان لا مفر لك، لا مفر لك. ويخبرهم ان هذا هو اصل سعاده العبد وصلاحه وفلاحه. نعم، اي والله اصل سعاده العبد ان يلجأ الى الله وحده، وان يلوذ به دون ما سواه، فلا يدعو غيره، ولا يتوكل على غير، ولا يخاف سواه، ولا يعتقد ضرا ولا نفعا الا بيده تبارك وتعالى. انتبه معي. ولذلك يفوض امره كله اليه، ويعتمد بقلبه وكليته عليه تبارك وتعالى، لانه لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه، ولانه لا سعاده للعبد الا بيده، ولانه وحده الذي يقدر على ان يوصل اليه النفع او يحول ويمنع عنه الضر. إن يمسسكم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يرسل فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعد. انتبه معي. يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يذكر بهذه المعاني. لماذا؟ لتقوم بعبادته ولتلجأ اليه وحده. واللجوء الى الله انما والفرار اليه انما يكون بطاعته واخلاص الدين له واجتناب ما نهى عنه. هو ده. ما هو اللجوء الى الله مش بتلجا بالكلام وانت بتعصيه او تدعي حبه وتعصاه، تعصيه، تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. ده مش كلام، انتبه معي، مش ادعاء، انما امتثال، امتثال، تنفيذ. انتبه معي. لذلك هو ده المطلوب، لان الثمره في النهايه، ودي النجاه متوقفه على كده. ولذلك لما دخل احد الحكام، لعله كان ابو جعفر الصادق، على ابي حازم احد فضلاء السلف، وبعدين بيقول لابي حازم: ما لنا نكره الموت؟ ليه بنكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تصيروا من العمار إلى الخراب. عمرتوا الدنيا وانشغلتم بها وجعلتم همكم هي، ونسيتم الآخرة خرابا، ما عملتولهاش حاجة. الأمر البدهي، الإنسان منا بيكره أن يخرج من العمار يخش في الخراب. مفيش إنسان كده. طب معي. الا من طمست بقى ايه فطرته وبصيرته، زي الصوفيه كده اللي بيروح الفلوات طيب. فقال له: ارايت ان مت غدا فاين انا؟ لو انا مت بكره انا فين بالظبط؟ قال له: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: واين اجده؟ قال: عند قوله تعالى: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. اهو ايات القران المبينه. عايز تعرف انت بكره فين؟ ها؟ امر سهل جدا. اعرض نفسك على كتاب الله. ليه؟ لان اللي بكره في الاخره الحصاد بتاع الدنيا. والايات واضحه. اعرض نفسك على كتاب الله. اجده فين؟ قال له: بص يا عم، انت من الابرار اللي استجابوا لله وللرسول، اقاموا الدين، اجتنبوا المحرمات، يبقى في نعيم. الفجار عصوا وخلق في جحيم. فديك بقى ايه يعني، اشتد الامر عليه. قال له: يا اخي، اين رحمه الله؟ انت كده بتحجرنا، اين رحمه الله؟ اعجابه. طبعا السلف كان القران عندهم مش مجرد حفظ او قراءه زي النهارده، الى الواحد او الواحده عمال يقرا في القران ومخالف في كل حاجه في القران، حافظ القران ومش مطبق. لا، مش كده، هو ده. كانوا مستحضرين الايات للعمل بها.
قال له أين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. جاوبه من القرآن برضه، رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. ده كلام ربنا أهو، من المحسنين. تبقى معي، ترجو رحمة الله يبقى من المحسنين أحسن، استجيب التزم. تبقى من إيه؟ أهو، لكن يرجون رحمة الله. بعد ما ذكر بقى صفات الإيمان اللي قاموا بها في سورة البقرة، قالوا من المحسنين، فأيقن بالحق والواقع فبكى وقال عظني. قال يراك الله حيث أمرك، أدي وضع شهر، ويفتقدك حيث نهاك. أدي الإيه المطلوب، يراك حيث أمرك، أنت فيه وقتك في طاعات ممتثل مستجيب، ولا أنت بعيد؟ انتبه معي. عشان كده ان الايمان مش مجرد ايه انك هتدعي لا، يراه الامتثال العملي. ولذلك يقول اهو الشيخ، وانه ان لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء. يعني انت عندك دائرتان في الولاية، ما انتش في دي تبقى في دي، ولاية الرحمن وولاية الشيطان. انتبه معي، مش معنى كده ان احنا بنقول ان كده يبقى اللي عصى خرج من دائرة الولاية مطلقا، لا، ده في تفصيل مبني على مسائل الإيمان. في ولاية كاملة ولاية ناقصة. الولاية الكاملة صاحب الإيمان الكامل، ده تولى الله ورسوله والذين آمنوا، الولايه الكامله دول اولياء الرحمن مطلقا. وفي اصل الولايه اللي هو صاحب اصل الايمان، وعلى قدر المخالفه عنده من تولي للشيطان. والله ان كانت معاصي فعنده تولي ولايه للشيطان في هذا الجزء، كفر تولى الشيطان مطلقا، نسال الله العفو والعافيه. طيب كيف يخرج من ولاية الشيطان قليلها وكثيرها بولاية الرحمن مطلقة؟ طب بماذا؟ بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. حريص حذر. ولذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان ظفر بحاجة لحوا نفسه بالتوبة والرجوع، عشان ما يخرجش من الدايره بتاعته، دايره الولاء للرحمن. انتبه معي. ولذلك يقول وانه ان لم يدخل في ولايه الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه. هذا العدو بقى اللي هو الشيطان اللي بيخدع، مجرد انك انت بتخرج من ولايه او على طول دخلك في الولايه بتاعته هو، مع ايه؟ مع تحذير الله لنا، ان الشيطان لكم، وزي ما قلت تولاه عدو، هو عدوك يتولاك. وتخيل بقى لما عدوك يتولاك يعني يعمل ايه؟ لا يدلك على خير، لانه يريد هلاكك، يريد هلاكك. ولذلك حذر الرحمن فقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ايه اتخذوا عدوا؟ انتبه، استحضروا عداوته، فاحذروا ان تطيعوه في معصيه الله، احذروا طرائقه في الاضلال، كونوا على حذر من ان يصطادك، لانك انت متقف غفله بيتلاعب بك الشيطان. خلاص احذروه، ده عدوكم، عدوكم. ومش بس كده، عارف بقى لما بيدخلك في الدايره بتاعته ياك بيدعوك للخير، لا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولذلك يزين لك كل ما فيه حتفك، كل ما فيه اضلالك، كل ما فيه شقاؤك، يزينه، زين لهم سوء اعمالهم ف
فصدهم عن السبيل. ثابت زي سوء العمل، يعني يبقى العمل في غايه السوء وانت متهيألك وماسك فيه متهيألك حاجه حلوه وانك بتعمل حاجه كويسه. نسأل الله العفو والعافيه. وهذا والله الواقع، نجده من المخالفات، تجد انسان بيرتكب في المخالفه ومزيق اللي زينها له الشيطان، تمسك بيها ومتهيألك بيعمل حاجه صح مش صح. طب ينجو ازاي؟ اللي بتعمله ده عارضه على كتاب الله وسنه رسول، انت بتعمله ده صح، ده الموافق للشرع ولا المخالف؟ انت كده اللي بتعمله ده هو مقتضى الايمان مقتضى الشرع ولا حاجه فيها مخالفه؟ انتبه معي، مش مساله بقى نفسك بتهواه وان عاجبك وان لا مش كده. انتبه معي، شوف ايه اللي بتعمله ده، هو ده الشرع ولا عكسه؟ اهو يريد له الشر والشقاء. وشوف معاه هذا التحذير، ومع ان الله في القران بين لنا عداوه الشيطان وحذر منها وفصل لنا ذلك تفصيلا لا عذر لنا، انتبه، ومع ذلك يقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، ومع ذلك ظفر باكثر الخلق ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتبه معي، وتولوه من دون الله، انتبه، تولوه من دون الله ودخلوا في ولايه مع ان الله حظ اشد التحذير من هذا. انتبه، وبين انه من الفسق عن امر، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني مع انه فسق وكان سبب في خروج ابيكم من الجنه وطلب الانذار الى يوم القيامه ليضلكم، افتتخذونه وذريته اولياء، اولياء من بئس للظالمين بدلا، اي بئس للظالمين ان يستبدلوا ولايه الرحمن بولايه الشيطان. نسال الله العفو والعافيه. وهذا حال اكثر الخلق، نسال الله السلامه، بنص القران صدق عليهم اللي ظنوا، لانه في اول ما ربنا عز وجل طردهم من الرحمن وحذر من قال ايه؟ لان اخرتني، بيخاطب رب العالمين يقول لان اخرتني ليوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. لكن لسه الامر ما بقى، فده كان ظنه، ظن ابليس انه يحتنك اغلب ذريته، يعني يضلهم ويتخذوهم اولياء من دون، اه وفعلا استجابوا لكده وصدق وطلعوا عند ظن ابليس. نسال الله العفو والعافيه. انتبه، يريد له الشقاء الشر والشقاء ويمنيه ويضره حتى يفوته. ما اعظم القران يا عباد الله، وما اعظم ان نتامل اياته وأن نعيش معها، مش مجرد نتلوها خلاص كده أو نحفظه خلاص، لا لا، إنما نعيش المعاني ونستحضرها وننظر في أساليب القرآن ونتعلمها عشان نتمكن من الدعوة صح. يقول ويمنيه ويضره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك، ويقول بقى أهو وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات زي ما أنا عمال أجيب لكم كده الآيات ده، لو قعدنا نتكلم تفصيل هتجد لطال بنا المقام جدا. شيخنا بس بيجمل وبيقول لنا القواعد، يشير اشارات واحنا علينا التفصيل بقى والرجوع الى هذا. انتبه معي، وتارة يحثهم اي رب العالمين في كتابه يحث اهل الايمان على ذلك ويحذرهم من التشبيه بأهل التشبه بأهل الغفله، يعني في خطابه لنا يحثنا على الخير ويحذرنا من التشبه بأهل الغفله والاعراض والاديان المبدله. انتبه، لئلا يلحقنا ما لحقهم من اللوم، اهو، ولا تكونن من الخاسرين فتكون من الظالمين، حذرنا من اتباع سبيله. لا تتخذوا عدو اولياء، يبين يكلمنا عن اهل الكتاب ويبين لنا كيف كفروا وكيف ضلوا. ليه؟ للتحذير من سبيلهم. ممكن يحضر صراحة، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يحذرنا أن نسلك سبيلهم. لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. يحذر من سلوك مسلكهم
صراحة وينهانا عن ذلك، أن نكون كالذين فرقوا دينهم من أهل الكفر والنفاق، وطار يبين لنا مصيره وما كانوا عليه عشان نحذر، فيحذر حذرنا من أن نكون على طريقات ولا تكن من الغافلين. طيب، وكذلك ألمان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد فقست القلوب، فحذرنا من هذا. الآيات دي ذكروا بها بعد الإيمان ببضع سنين، وما لسه في مكة، تابع في سورة الحديد، ذكروا بها، واخد بالك، ان يحذروا طول الامد. طول الامد ده انك انت ملتزم بالك فتره بس ما بتتعهدش شجره الايمان في قلبك بالطاعات والعلم، فيحصل لك ايه؟ يقسو قلبك. وده حال كتير من الملتزمين، انا ما بتكلمش حتى على خارج الالتزام، العلاقه والاخت اول الالتزام وفتره الالتزام الاولى ما شاء الله لا قوه الا بالله، العبادة والقرآن والبكم من خشية الله، ويقول لك أنا والأخذ المواقف طيب بعد شوية على ما تبدأ الدنيا تفتح عليه شوية، ها، يبدأ إيه؟ يهمل، يفرط، يقسو القلب، لحد ما تلقاه في دايرة بعيدة خالص. ليه؟ أثار طول الأمد. عشان كده حذرنا الله، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد أمر في غاية الخطورة، ولذلك لازم أنت كل يوم عشان شجرة الإيمان تزداد، وتزداد أنت طاعة، وتزداد خشية وإقبال على الله، وتثبت على الطريق لحد ما تلقى الله، لازم تتعهد قلبك وشجرة الإيمان بسقياها من الأعمال الصالحة والطاعات والعلم النافع، وإلا زي ما أنت بتشوف لقيت حال إخوة كتير وأخوات، إيه اللي بيحصل؟ اول الالتزام ما شاء الله، الطاعه والحرص والاستجابه، طيب ها، جو بعد كده خلاص دخلوا بقى في دائره الحياه والزواج او ما بعد، ها، بدا التقصير، بدا التفريط، لحد ما تجد مجرد لحيه ومجرد نقاب، واعمال نسال الله العفو والعافيه، وافعال بعيده جدا، ولا مشغول لا بدعوه ولا مشغوله بدعوه ولا بدين ولا بامر الله ولا امر الرسول ولا باقام الدين، انما زي ما انتم شايفين طبعا انتم عارفين صراعات على الدنيا وحرص عليها وتمسك بها وقتال، نسأل الله العفو والعافية، هم كل دنيا، عايز يعيش ازاي وياكل ازاي ويشرب ازاي ويبني ازاي ويركب ازاي، خلاص على كده. الله، طب البكاء راح فين، والخشية والعمل الصالح والإصرار على الطاعة ما خلاص بقى، ده كان مقتضى اللحظات الأولى بس، لكن لما طال الأمد قسى القلب. عشان كده حذرنا الله عز وجل من هذا المسلك. دي طرائق القاعده ديت اللي فاتت ببياننا فيها طرق القران في زي ما قلت لكم الايه؟ مخاطبه المؤمنين. القاعده العاشره في الطرق التي في القران لدعوه الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. جميل. القاعدة اللي فاتت كانت بيان لطرق القرآن، بيان لطرق القرآن في مخاطبة المؤمنين، وبيان الإيه؟ بيان الإيه؟ الأحكام، وبيان الإيه؟ الأحكام. القاعدة دي بقى في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار، إزاي خاطب القرآن الكفار ودعاهم إلى الله، يقول يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفوه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. يعني يدعوهم ببيان إلى الإيمان بالله ورسوله، ببيان محاسن هذا الدين، إن هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، وإن هذا الدين هو الحق، ويقيم البراهين على إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الخاتم، وأنه نبي من عند الله. ليه بقى؟ عشان اللي أطالب حق يستجيب،
قاصد الحق يؤمن. طب والمعاند؟ المعاند طبعا مش هينال الهدايه، انتبه معي، ده معاند بس تقوم الحجه عليه. شم لهالك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهذه اعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الاسلام. انتبه معي، انك تبين محاسن هذا الدين وعظمه هذا الدين. تبين ان الدين ده في التوحيد خلص الانسان وحرره من عبوديات الخلق الى عبوديه الرب وحده. عسانا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. فتبين الفرق بان اي انسان بعيد عن التوحيد في شركاء متشاكسون، لانه عباده للهوى وعباده للشيطان وعباده للبشر وعباده يتنازعوا الهه شتى. لكن لما يتخلص من كل ده ويخلص الدين لله صار عبدا لله وحده، ودي اعلى درجات الحريه. تبن يتحرر من عبوديات الخلق فيقبل على الرب الحق تبارك وتعالى. طيب ما تحررش، هو فيش، ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، الا يستويان مثلا؟ ده مثل مين؟ المشرك والموحد. انتبه. ولذلك لما زي ما ابن القيم بيقول، يعني هربوا من الرق الذي له خلقوا، اللي هو الرق لله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فبولوا بالرق للهوى والشيطان والعياذ بالله. خلاص، عشان كده اعظم تحرير للانسان من ربقة العبوديات الباطلة أن يأتي بالتوحيد. فأنت تبين ده، تبين لك ده عندهم حرية في الغرب. حرية اللي في الغرب عندهم ده حرية، يشربوا الخمر ويزنوا ويعملوا كل حاجة ويزنوا ويضح. بئست الحرية، حرية الإلحاد، بئست الحرية. الحرية، ومين قال إن دي حرية؟ بلوا بالرق للهوى والنفس ده كده صاروا عبادا لغير الله، للشيطان والهوى والشهوه ولذلك يعيشون في تعاسه. يقول لك تحرير المراه، تحرير المراه منين؟ خلعت الحجاب زي ما عملوا ميدان التحرير ساعه ما عملوه، والمظاهرات بتاع النساء وكانوا مرتبين ترتيب ابن لذينه، وراحوا جايين بقى في الميدان العام، وخلعت اللي خلعت منهم الحجاب وولعت فيه البقره عامل كده عشان يحرر. شوف تخيلوا ازاي حرروها من ايه؟ من عبودياتها لله. دخلوها بقى في ايه؟ في عبوديات سلعه للبشر بقى، خرجت من حجابها لتكون سلعه يتاجر بها. ودي المراه عند الغرب يقول لك حريه ايه؟ سلعه على قدر جمالها، على قدر مالها، على قدر مالها. خلاص كبرت، ما لهاش وزن، ما لهاش قيمه السلعه دي خلاص. انتبه، لا وزن لها، لا ام ولا اي حاجه خالص. طول ما هي السلعه دي جميله ويقدر خلاص، هو ده تحرير؟ ها؟ ولا جعلوها العوبه؟ انتبه. عشان كده انت لازم يكون عندك قدره وتتاثر بطريقه القران في مخاطبه الكفار، عرض محاسن هذا الدين، محاسن التوحيد، محاسن العبادات، محاسن الاحكام والمعاملات. قادر لما تتكلم عن الربا بعد ما تبين حكم وشرع، بعد ما تبين العقوبه في حرب من الله ورسوله، تبين مساوئه اقتصاديا، ازاي العالم كله بيشقى الان بسبب الربا. طب معي وزيك يقول لك ايه في الغرب عشان عايزين يحلوا المشاكل، يقول لك نخلي الفايده صفر. يعني ايه الفايده صفر؟ يعني نبطل الربا. وهنا تلقى اللي يطلع دعاه الباطل يقول لك اصله حلال وفوائد البنوك مش ربا. ده الغرب بيطالبوا بخلوها صفر لمشاكل التضخم والاقتصاد بسببها. وانتوا لازم تكون انت داعيه متاثر باسلوب القران عشان تعرف تدعو صح وتبين. انتبه. تبين قادر على بيان مساوئ الاختلاط وما يترتب عليه مساوئ، وتبين محاسن الحجاب الشرعي ومحاسن لازم عندك، والا
تبدا تقلد تقليد اعمى وتمشي وراهم وانت مش داري وتالك وتعمل حاجه صح. انتبه. ذلك اهو ومحاسن، محاسن الاسلام يقول فان محاسن دين الاسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم واياته وبراهين فيها كفايه تامه للدعوه بقطع النظر عن ابطال شبههم وما يحتجون به. فان الحق اذا اتضح علم ان ما خالفه فهو باطل وضلال. لما تعرض الحق، تعرض الحق وتبين مزاياه ومحاسنه بضدها تتميز الاشياء، خلاص يظهر ضد يعني مساوئ الباطل. يقول ويدعوهم بما يخوفهم من اخزات الامم. اخزات الامم يعني ايه؟ العقوبات اللي ربنا انزلها عليه. تابعوا زي ما احنا كنا عاملين كده سلسله ربنا يعيننا على اتمامها، اللي هي بيان العقوبات في القران اسبابها وانواعها. انتبه معي. وعقوبات الدنيا وعقوبات الاخره وبما في الاديان الباطله من انواع الشرور والعواقب الخبيثه. اهو طار يبين له كيف اخذ وعاقب الامم الكافره ازاي. فالنهارده عايز تتكلم عن خطوره الفواحش وفاحشه قوم لوط في مواجهه الدعوات الباطله للشذوذ، تكلم عن قوم لوط وجزاكت عقوبات اشد عقوبه في القران. انتبه. قتلوا اهلكوا بحجاره نزلت حتى اهلكهم الله وجعل بلاهم عاليه في سافلها وارسل حجاره من سجيل منضود. انتبه. عقوبه في غايه الشده. ليه؟ لان فاحشتهم عظيمه. انتبه. طيب وهكذا. قم نتكلم عن اقوام وكيف اهلكهم الله. دي طريقه القران امامنا عشان نحذر سبيلهم، نحذر سبيلهم. انتبه. يجي لك واحد تعجب بايه؟ بحضاره الغرب. والله وتالله رغم اللي بيحصل لهم هم بيحاولوا يخبوا، والامراض اللي بتصيبهم الفتاكه من جراء هذا الانحلال وشوف لما يقوموا على بعض شوف بيعملوا في بعض ايه في القتل، يستعملوا يقتلون بعضا قتل بلا هواده. الحرب العالميه الثانيه مات 50 مليون، شوف دلوقتي حرب اوكرانيا وروسيا، كل الغرب اخطر الاسلحه الفتاكه يضربون بعضهم بيها. انتبه. ده غير ما هم فيه من العقوبات. ويحذرهم ده فضلا عن ما سيكون نهايه له قطعا. انتبه معي. زي الامم كلها هي نهايات كلها معلومه، الهلاك والعقوبات. ويحذرهم من طاعه رؤساء الشر ودعاة النار، وانهم لابد ان تتقطع نفوسهم على طاعتهم. حسرات. نعم. لك انت باين اهو. احذروا طاعه الرؤساء في مخالفه الشر الكبار في لانه ايه؟ سيدعونكم الى النار. الله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه، ويبين لكم ايات، ودول بيدعوا الى النار. دعاة الباطل الى النار دعاء على ابواب جهنم. ان يبين بقى استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ ونتبرأ منهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. اهو ان الذين اطاعوا كبراءهم قالوا ان ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اطعهم فين؟ في الكفر بالله، في معصيه الله، في مخالفه شرع الله. يبين لنا اهو يتبرأ بعضهم من بعض. فين؟ امتى؟ في يوم لا ينفع فيه ذلك. خلاص. ولذلك لما كلما دخلت ام لعنت اختها خش النار تلعن الثانيه وتقول بهذا دول دعونا ربنا اتهم ضعفا من العذاب والعمل لعنك لكل ضعف. لا تعلمون ان ما مش حق. ما كانش. اين عقولكم؟ اين ايمانكم؟ زي ماشيين وراهم. ها؟ لن ينفعوكم. فبرأوا بعضكم بعضكم بعض. هذا بقى ايه؟ ويلعن بعضهم بعضا. برأ بعضهم ويلعن بعضهم بعضا. قل ده عشان ايه؟ عشان احنا ناخد الدرس والعبره. طاعته تكون في الطاعه. فيما اتى الله به ورسوله. اقامه الدين. امر بين.
تمشي ورا ايه؟ ورا مين؟ ورا بيزلك صديق سوء، ها، ابوك، اخوك، اختك، بيدعوك ليه؟ ها، بيقعد يزلك ايه؟ كبير، رئيسك في العمل، النجم اللي انت ماشي وراه، رؤساء الكبراء الملأ، بيزلك ايه؟ ما بيقعد معاك بيأمرك بالطاعة، بتعظيم امر الله، باجتناب النهي، بإقامة الدين، ولا بيزين لك باطل ومخالفة؟ ها؟ طيب لن ينفعك، ويلعن بعضكم بعض ويتبرأ بعضكم من بعض. انظر المعيار، انت بتؤمر بإيه؟ اللي بيأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية ده اللي حريص عليك، اللي بيأمرك بإقامة الدين ده اللي حريص عليك، لو كنت عاقل، عندك عقل يعني بتفكر بيه صح، اللي بيأمرك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللي بيحضر حريص عليك، لكن اللي بيأمرك بالمعصية والمخالفة هذا والله عدوك ولن ينفعك، وستأتي اللحظة تبرأ ويتبرأ. انتبه، ده بيقول لنا القرآن في أكثر من موضع، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء. بس إمتى بقى التمني؟ إمتى؟ في الآخرة، ما عادش فيه رجوع، تمني في غير موضعه، وان مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوه لو رجع. لكن خلاص خلاص، انتبه. ويدعوهم ايضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر الالاء والنعم، نعم، وان هو الذي خلقهم ورزقهم ويدبر امره عشان ياتوا بمقتضى ذلك من افراده بالعباده، والذي على عباد العباد طاعات وامتثال، نعم. يبقى اللي خلق ورزق وبين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قل ما يرزقهم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. الذي خلقكم من؟ الله عز وجل. الذي يرزقكم من؟ الله عز وجل. الذي يدبر امركم الله عز وجل، فكيف تشركون به؟ فكيف تعبدون غيره؟ انتبه معي. ويدعوهم ايضا بشرح ما في اديانهم الباطله وما احتوت عليه من القبح مقارنه بينه وبين دين الاسلام، ليتبين ويتضح ما يجب ايثاره وما يتعين اختياره. انتبه معي، وبين له ما هم عليه من الشرك والكفر من القبح والفساد وغير ذلك. ليه؟ ويقارنوا بقى بالايه؟ ها؟ بالاسلام. تابع، ان ده فرق شاسع، ده فرق بين الظلمات والنور. تابع معي، فرق. فمن كان على بينة من ربه، تابع، ويتلوه شاهد منه. طيب غير كده، يبين له ان ده مثل اللي في، وده في الظلمات. طب معي، كيف تختارون الظلمات على النور؟ الموحد المؤمن المتبع للرسول في نور، على نور لا يستوي بمن في الظلمات، ظلمات الشرك والضلال، لا يستوي هذا بذاك. تابع، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.